البلازما، استخدامات البلازما في علاج تساقط الشعر، بستخدمها كمان لشد ونضارة البشرة. هي طبيعية لأن أنا باخد من دمك، وممكن أضيف لها بعض المواد زي الهيلورونيك أسيد أو الفيتامين سي. بنحتاج من 3 لـ4 جلسات في السنة ما بين كل جلسة والتانية شهر. ممكن أعمل لها إنجكشن حقن أو أستخدم الدرما بين، أو كمان أعمل لها ميكس ما بين فراكشنال ليزر أو السكارب.